خلص لا تضلي معصبة هيك. ما بدي. سونال تعالي انتي حطي لي الفطور. استعجل رافي، تأخرنا، في عنا شغل كتير وبدنا نشوف الزباين كمان. ماشي جيفان، أنا رح خلص فطوري، أنت روح هلأ وبعدين بلحقك. افطار قبل ما تروح. ستي يمكن نتأخر اليوم، أنتوا تعشوا بلانا، لا تنتظرونا أبدا. على مهلك جيفان، خاضع البت الأكل. ما بدي أخذها. استعجل رافي. اسمع، إذا أنت عم تعبر عن عصبيتك فمو معناتها أنه تبطل تأخذ الغدا معك. بعرف أنك معصب مني كتير. خلاص ما في داعي تتصرف هيك. مفكر أنا كتير مبسوطة من هالوضع؟ أنا عملت مع مهيك يلي لازم ينعمل. لا، أنت عملتي هيك لأسباب بتخصك وبشكل أناني يا كانتا. ما عندك أي فكرة شو الشي اللي بدي إياه مهيك وبتحبه. قلتي له شو بدي؟ ها؟ تغيرت كتير بهالكم يوم يا كانتا. أنا عن جد ما عم صدق إنك نفس المرة اللي تزوجتها من زمان. تغيرت كتير يا كانتا. كل هذا بسبب عنادك لأنك ما قدرتي تسامحي شوري على الغلط اللي عمله، وكمان أصريتي على مهيك إنه تترك البيت وتروح على المكان اللي بدك إياه. وأكيد أنت مو فارقة معك هالبنت شو بدها تعاني. المهم عملتي اللي براسك بدون ما تسألي حدا. ليكي لازم تفهمي إنه نحن هون ما بنقدر نتحكم بمصير الناس. متأكد إنه مهيك رح تعمل الشيء الصح وبدون ما حدا يتدخل بقرارها. ما رح تقدري توقفي اللي رح يصير بحياتك نهائيا. يلا رافي، نحن تأخرنا وضيعنا وقتنا كتير. لك كيف قدر يجي لهون كمان؟ معقول هذا الحكي؟ بالفترة اللي بقيت بعيد عنك فيها يا مهيك عرفت قديش حياتي بلاكي ما لها معنى. بحبك مهيك. انت هلأ بدك توعدين انه انت رح تطالع الشورية من حياتك كلها وللأبد كمان، وانا رح روح اسحب الشكوى يلي ضد شورية. شورية، انت شو اللي جابك لهون؟ يلا روح فورا، نحن ما لازم نشوف بعض. مهيك انت شو عم تقولي؟ انا اجيت من شانك. لا مهيك، مهيك مهيك استني، مهيك شو انت وين مفكر حالك فايت؟ مهيك
استني استني مهك مهك. شو انتي شنيتي؟ اه خلص روح من هون شوريا، ما توقفني، بعد عني. شوريا شوريا صار لك شي؟ انا اسفه كثير لاني دفشتك. مهيك انت شو عم يصير معك؟ من مين عم تهربي؟ مني ولا من حالك؟ شوريا خلص اتركني، روح من هون، يلا روح ولا ترجع بحياتك، لانه نحن ما فينا نرجع لبعض، فهم؟ ما فينا نرجع، يلا روح روح. بس ليش مهيك؟ لك أنا حاربت ووقفت بوش العالم بس لحتى أكون جنبك، أنت ليش بدك ياني بعد عنك؟ لأنه أنا ما عاد بدي إياك تكون معي. أنت ليش ما عم تفهم علي شوريا؟ يلا روح. شوريا 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 خلص اتركني، شوريا اتركني وروح، يلا اتركني شوريا شوريا بترجاك لو سمحت اتركني. بالأول الليل ليش ما فينا نكون مع بعضنا؟ آه؟ ليش ما فينا نكون مع بعضنا؟ ما منقدر يا شوريا، لأنه الناس يلي منحبهم رح يعانوا كتير إذا نحنا ضلينا سوا. لا السبب ما فينا نكون أنانيين هيك شوريا، لازم نراعي مشاعر الناس يلي منحبهم. لكن ليش أنقذتيني؟ ليش ما تركتيني موت؟ ليش أجيتي على المستشفى هداك اليوم؟ ليش وعدتيني إنك تصلحي كل شيء؟ ليش قلتي لي رح ضل جنبك شوريا؟ ليش قلتي هيك؟ ليش لا تقولي شيء مانك قده؟ ليش؟ قولي جاوبيني، قولي لي مهيك، قولي ليش هيك عملتي فيني؟ مهيك 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 وقف، رجع نمشي فوراً. مهك 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 أخي بسرعة لو سمحت. مهك استني مهك مهك وقفي مهك. خليه وقف شوي، وقف شو صار لمهك؟ مهك هات شوريا، كيف وصل لعندك؟ مرت عمي صدقيني انا ما بعرف كيف هالشي، ما لازم يصير، رح اعاقبه على هذا التصرف لانه تجاوز كل الحدود، انا رح احاسبه ولازم يتحمل نتيجه هالتصرف. انا عم نبهك شبك، شو صار لك انتي؟ انتي بدك تعاقبي حدا من العيلة؟ ؟
يا حلوة، انت منيحة بنتي؟ ليكي اوعك تاكليهم. شوريا شوريا، شو صار؟ ارتدوا، صار حادث. الو مدام سويتلانا، المهمة تمت. تمام، هلأ صار الوقت لتحضير مراسم الدفن. شو حلو. شو الشيء اللي مضيعه؟ اللي بجوز أعرف وين حاطه. بظن أنا عم حاكيك، ما سمعتني؟ لا، إمتى بدك تبقى هيك وما عم تحكي معي أبداً؟ حاجتنا بقى. رح أبقى هيك حتى أشوفك بطلتي الجنان تبعي. تذكري وقت كنتي عم تتمني إنك تخلي مهك وشوريا يبعدوا عن بعضهم؟ أبداً ما كانت هاي التصرفات مقبولة منك. عاشتك عناد بقى، وأنا ما بدي ضل معصب منك. هذا إذا بدك نرجع مثل ما كنا قبل. معك حق، يلي عم ساوي أنا اسمه جنان. بس شو لما رحت وكسرت مطعم شوريا؟ تتذكر؟ كمان حضرتك ضربته وكسرت قلب مهك، مو بس أنا. أنا عم ساوي كل هالشي مشان مهك. مفكرني واقفة ضدهم وما عم بعرف اتصرف؟ وطبعاً اللي ساويته حضرتك كتير منطقي. اللي ساويته أنا كان بلحظة غضب وإجباري عني. بس اللي عم شوفه هلأ إنه شوريا عم بيصلح أفعاله كلياتها. انت ليش ما بدك تصدقي انه هالانسان ممكن يتغير عن جد؟ انتو كلكم غلطانين، شوريا بعمره ما بيتغير. هالانسان هيك طبعه، ما بقدر انسى بسهوله كل الشيء اللي عمله مع ميك. احساسي عم يقول لي كل هادي اللي شايفينه تمثيل، حتى لو كل العيله تقبلته وسامحته كمان ما رح سامحه ابدا. مهك حبيبتي جاي لورا. مهك لا تقربي، رجعي لورا، هيك بتأذي حالك. شبك، شو صار لك؟ خلص ايه، وبعدين كيف بدي اوصل لمهك انا؟ ايه وبعدين؟ شو رديت؟ رجعي حولي مره ثانيه. اللي يلا قدرت تحاكيها؟ لسه ما ردت علي. ارجع حاول. عم حاول ما رديت. شوريا تعال. شوريا يي، شو هاد اللي صار؟ يلا شوريا مهك.
خلونا نساعدها. ممكن عمال صار له شيء عن جد قلبها قوي. لا تتفرجوا عليها، ساعدوها بسرعة. خليني ساعدك. ايه شوي شوي. ما عم سفق اللي عم شوفه. شوريا بترجاك قوم شوريا، فتح عيونك بترجاك. بدي مي. ايه كبي على وشها مي. شوريا شوريا بترجاك قوم وحاكيني، حدا يساعدني بترجاكن. لو سمحت شوريا بترجاك قوم كرمالي، انا رح موت بلاك. شوريا فتح عيونك، ليكني انا جنبك ما رح بعد عنك ابدا. فتح عيونك شوريا، يلا بترجاك قوم شوريا شوريا. بحبك مهيك. أنا أسفة يا شوريا، أنا أسفة كتير، وأنا كمان بحبك وما رح بعد عنك أبداً بعد اليوم. حياتي أصلاً ما لها معنى من دونك شوريا، أنا بموت بلاك. ذكروني بقصص العشاء. اول مره بخاطر لحاله عشان حدا ثاني. ايه هدول. كان حادث خطير كتير، احترقت السياره بالكامل. رغم هالشي ما تأذى ابدا. انا متفاجئ عن جد، هالشي كتير غريب ونادرا ما يصير. أنا منيح لأنه حب حياتي جنبي هلا. على فكرة دكتور، حبهم الكبير والقوي كمان بصراحة هو اللي خلانا نشوف هذا الشيء اليوم. أنا هلا شفت بعيوني قوة الحب الكبيرة اللي بلا حدود. بسبب حبهم الكبير لبعضهم شوريا نجا من الموت. وأنا مبسوطة لأنه لساته عايش. رح نروح بكرة الصبح على بيتنا. إيه؟ مو الصبح، بعد الظهر. ليش؟ في شي بدي ساوي. شو هالشي؟ بدي أخدك على مكان. لوين؟ مكان خاص فينا. شوريا انت لوين بدك تاخدني؟ طيب انت ليش مغمض لي عيوني هيك؟ يلا قلي. مهيك إذا بتوثقي فيني خليكي عم تمشي بس، أما إذا ما بتوثقي فيني منروح من هون فورا. ليش دائما بتحب تعمل هالتصرفات؟ يلا. وصلنا. أنت حرة، فيكي تفتحي عيونك هلا. زندگی نے کی ہے کیسی سازشیں، پوری ہوئی دل کی وہ فرمائشیں، مانگی دعا ایک تجھ تک جا پہنچی. پروردگارا کیسی سنی تونے میری خاموشی. او پروردگارا یہ فطور میرا
لا يا مجكو هتري غريب. مهك، أنا ما رح أحكي شو اللي بقلبي، لأني واقف بهذا المكان. هون بيكون أكتر مكان رومانسي بالعالم، ورح أقلك هلا إنه رح تتذكري هاللحظة طول حياتي. चाहत तेरी ओ परवरदिगारा. هذا مو شي عادي يا مهك، هو شاهد على الحب لقرون طويلة. تعرفي اللي أمر ببناء هذا المكان خلد فيه حبيبته، وخلد قصة حبه وخلاهم شي كتير مميز. حبنا صادق ورح يتخلد كمان. شوريا بيعرف يحبك منيح ورح يحبك دائم. أنا صح غلطت كتير معك وما نسيت هذا الشيء أبدا، وهي عم قولها، بس الحب بيخلينا نسامح، بيخلينا نصير أشخاص أفضل. مثل ما حبك خلاني شخص أحسن من الأول بكتير، حبك حولني لإنسان تاني بيموت فيكي. طيب خلينا ما نضل هيك، شو رأيك؟ متقيدين بالماضي وعذابه، خلينا ننسى الماضي هلا، وخلي حياتنا مليانة بس بالحب. خليني أوفي بوعدي لك، أنا ما قدرت أوفي فيه من قبل هذا الوقت. فيكي تكفي المراسم اللي ما قدرتي إنك تساويه، فيكي تخلي حياتي حلوة من أول وجديد. أنا بدي أتزوجك قدام هذا المكان، لهيك هلأ بدي أسألك سؤال مهم، تقبلي تتزوجيني مني؟ Thank you.
بتفهم؟ غلطت باتكالي على واحد مثلك مرتين. مرتين حاولت انك تقتله وهو نجا منك، نجا من حريق السيارة. وشو بتقصد هلأ؟ ما عم تلاقي له اي اثر مو هيك؟ اسمعني، لاقيهم وعمل حسابك تقتلهم هن الاثنين. روح ساوي اللي بدك اياه. شوريا ومهك هالمرة لازم يموتوا على الأكيد. هالمرة تأكد من إنهم ماتوا. أنت شو عم تحكي شويتلانا؟ ما في أي شيء. سباق الخيل؟ ايه قرب كتير. انا كنت عم احكي عنه. انا عم اتحدى وقل له الحصان الجديد هو يلي رح يفوز. انا متأكدة. ليش؟ شو فكرتي؟ انا متأكدة انك عم بتخططي لشي شويتلانا. انتي مانك بريئة مثل ما عم بتحاولي تصوري حالك. انا بعرفك منيح يا مدام، لانه شوريا اتهاجم بالسجن وبتعرفي هالشي مو بسيط ابدا. هو ما عنده أعداء حتى، واللي صار كتير خطير، وما في غيرك انتي وسانجي ممكن يعملوا هالشي. شكلك مو عارفانة شو عم تحكي، وكأني مهتمة بشو عم يصير بشوريا وبالأخير رح ينحكم عليه، فما في داعي اني ساوي شي بالمرة. مانك مضطرة، بس أنا متأكدة انه لساكي عم بتحاولي تأذيه. أنا متأكدة لأنك وحدة سيئة كتير وما فيها تصلح حالة بنوب. أنا بعرف إنه ما رح تخلي شوريا أبداً يعيش بسلام بهالبيت. عفواً شو قلتي؟ أنا وحدة سيئة؟ شو بتوصفي ابنك لكان؟ ولد غريب. ضل اسأل حالي من وين جبتينا ياه؟ كمان جبرتينا نتقبله بيناتنا، وكل شي هون صار باسمه. قولي مين هي أمه؟ ومين هو أبوه؟ ما عندك جواب، بس انتي معيشتي احسن عيشه. كل هاي الاملاك لازم تكون محطوطه باسم ابني فيكي، بس انتي حطيتي كل شيء باسم يلي ما بيتسمى. ومع انه ابني الوريث الوحيد لهي الثروه عم يشتغل وكانه شريكه، واليوم كان عم يلاحق وحده مجرد بنت عاديه، وهلا عم تتحكم فيه وتمشيه على كيفها. رح تاخذ ثروته ورح تستولي على كل شيء، وعن جد صدقيني كارونا، بس شوريا يتزوج مهك ويجيبها لعنا لهذا البيت، هي رح تصير تتحكم فيكي. وفوقها رح تخلينا نشتغل مثلا مثل أبرة، ورح تخلينا ننظف البيت ونجلي. تذكري هذا الشي كارونا.
اوكي بنتي. الو ديري بالك على حالك منيح. ما بسمعك. الو منروح؟ شوريا اصحك تخلي ما هيك تروح منك بعد هلا. عن اذنك. موفقين ابني. انتبهوا على حالكم منيح. شو عم تساوي؟ ما رح فلتك من ايدي. بخاف ما اقدر شوف هالوش الحلو. عن جد؟ شوريا بلاهن هالحركات اللي عم تعملون. ماشي؟ شو صار للسيارة هلا؟ شبه؟ لحظة بس رح انزل شوفها. رح اجي معك. انت الحق عليك، نحن كان لازم ناخذ طريق العام مو طريق الغابة. ليكي هالسيارة مثل الخالة كانتا تماما. لك ما بيحبونا ننبسط ابدا. على فكرة مرت عمي بتحبك وانت عم تحكي عليها هيك، ما بيصير. ما رح نلاقي ميكانيكي بهالمكان، وكمان ما في شبكة. ألو عمي راتان عم تسمعني؟ عمي ألو نحن عالقانين. عم تسمعني؟ ألو عمي سيارتنا تعطلت. ألو مستحيل نلاقي ميكانيكي هون، وما في شبكة تليفون. من حسن حظي إنه ما في غير أنتي وأنا. شوريا على فكرة مو وقت هالحكي هلأ، تعطلت السيارة ولا هيك صلحها. شوريا ليك عتمت الدنيا لسه ما خلصت. انت حاجة تطلع؟ انا عم اتطلع عليكي بكل حب. شو شوريا شو صار؟ انت خايفة شي؟ مو خايفة بنوب، لاني عم افهم من وجهة نظرك شو هي نواياك الحالية. لا تحاول تستغل الموقف شوريا كنا. شوريا لو سمحت اتركني. شوريا خلص لا تساوي هيك. شوريا اتركني لو سمحت، لو سمحت بعد.
شوفي الطقس كثير صار سيء، لهيك لازم نروح. يلا. مو معقول، عن جد طلع محظوظ كثير، هرب من سيارته بعد كل هالحريق، بس نهايته ما أنا مطولة كثير، هاد لازم يموت. تعالي لعندي. لا، انت اللي بتفوت. فوت لجوا شوريا. شفت؟ عم تعطس. ثيابك كلها مبللة. رح اجيب الشناتي من السيارة فورا. استني هون انتي، انا رح جيب. شنطتك منزوعة والسحاب منزوع، كل ثيابك صاروا مي. كيف انتزع السحاب؟ انتبهي، شوفي شلون شنطتي كانت محطوطة تحت شنطتك وتسربت المي عليها. طلع كل تيابين بللين مي. شو رح ألبس هلا؟ ما تاكليها، مستني شوي. البسي هالقميص. أنا لازم. إيه يلا روحي. شوريا خليك مكانك. شوريا لا تقرب مني وإلا أتشو. شوريا لا تقرب مني، أوعك خليك بعيد ماشي. شوريا بعد عني. شوريا أنا ما فيني ألبس هذا القميص. شو صار؟ ما أجى على مقاسك يعني؟ شوريا
لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.